السعودية تمدد الإقامات والتأشيرات آلية مجانا للمقيمين بالخارج حتى 31 من يناير. تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمال بالقنصلية المصرية في جدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في وقت خاص بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتي قد تتأثر بسبب بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمال بجدة أكد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالان إلى 31 من يناير الجاري. وأشار الملحق العمال وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمال بجدة إلى أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجرى على التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات. وقال الملحق العمال بجدة أن الجوازات السعودية أفادت بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة فالدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها إلى 31 من يناير الجاري باستثناء الذين استكملوا تلقى جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها. كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها ليكون إلى التاريخ أعلى. وأوضح أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر 96 و120 يوما تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبله فتحسب من تاريخ الإصدار.